كتير من الناس معتقدين ان اللي هم بيعملوه في الاكسل هو جداول، لكن الجداول في الاكسل هنتفاجئ النهارده ان هي ليها شكل مختلف تماما. ناس كتير جدا بيعتقدوا ان هم مجرد ما يحددوا خلايا زي كده ويروحوا ويعملوا بوردرز يبقى كده هو عمل جدول. لا، وكمان زي ما بنعمل كده ايه، يلون وبتاع كده عمل جدول. لا، الحقيقه ده مش جدول، ده مجرد داتا شكلها حلو وخلاص. لكن الجداول في الاكسل لها معنى تاني خالص. لما بتعمل فعليا جدول في الاكسل من حاجه هنتكلم عنها دلوقتي وهنشرحها بالتفصيل اسمها فورمات از تيبل، بيتغير حاجات كتيره جدا عندك في الفايل بتاعك. الاكسل بيتدخل في حاجات كتير وبيساعدك في حاجات كتير وبيخليها اسهل كتير جدا عليك. انا هشرح بشكل سريع جدا كده كل الحاجات المزايا الموجوده في الجدول، وبعد كده هرجع تاني مع حضراتكم اشرحهم واحده واحده عشان تجربوهم تاني. ولكن خليني اقول لكم كده مره واحده ايه المزايا العظيمه اللي موجوده في الاوبشن ده اللي اسمه فورمات از تيبل. هتلاقي يعني بص، في ناس بعد ما سمعت الكلام ده يعني قالوا احنا ضيعنا نص عمرنا قبل ما نعرف ان في حاجه اسمها فورمات از تيبل. في شغل كتير جدا بيتسهل لو عملت الخطوات اللي جايه دي. هبدا في الاول واقف في اي حته الداتا. لاحظوا ان الداتا ما فيهاش اي تنسيقات نهائيا، مجرد داتا عاديه خالص، كلام بس مكتوب. هقف في اي مكان فيه داتا مكتوبه، يعني ما توقفش في حته فاضيه، لا نقف في اي حته فيها داتا مكتوبه. وهطلع هنا فورمات از تيبل. بصوا مش عايزكم تعملوا حاجه دلوقتي، عايزكم بس تتفرجوا معايا لحد الاخر وبعدين هرجع اعملها معاكم خطوه خطوه. فورمات از تيبل، وهختار اي ستايل من الستايلات اللي جاهزه دي. دي كلها ستايلات بس، اشكال اشكال مش اكتر. اخترت مثلا شكل وليكن ده. لاحظوا هو اوتوماتيك راح عمل لي سيلكت على الشيت كله، على الداتا كلها اللي مكتوبه. انا بس هدوس اوكي. كده بقى عندي جدول. اول حاجه كسبتها هنا التصميم، خلاص مش محتاج اعمل تصميم، مش محتاج اعمل بوردرز، مش محتاج اعمل الوان، كل ده خلص في لحظه واحده. كمان مره، انا واقف في اي خليه فاضيه، واقف سوري في اي خليه مكتوب فيها كلام مش فاضيه، فورمات از تيبل، واخترت الديزاين او الستايل اللي انا عايزه. هو حدد لي الداتا كلها، انا بس دوست اوكي، كده خلصت التنسيقات بتاعت الجدول. هلاقي كمان ان ظهرت معايا كده تاب جديده فوق اسمها ديزاين، او اسمها تيبل ديزاين في الاصدارات الجديده من اوفيس. لو انت واقف بره كده بره الجدول التاب دي مش موجوده، اول ما تبقى جوه الجدول بتظهر تاب ديزاين فيها مثلا حاجات كتيره من ضمنها ستايلات جاهزه. اقدر لو عايز اغير الالوان، يعني بدل ما الغي الجدول وارجع تاني من الاول اعمل فورمات از تيبل اللي كانت موجوده في تاب هوم، لا خلاص انا من هنا على طول اقدر اغير الديزاين في لحظه واحده. مش بس كده، كمان هتلاقي جنب كل كولوم ظهر سهم كده صغير بسيط جدا. الكولوم ده بيعمل حاجتين، حاجه اسمها سورت وحاجه اسمها فلتر. سورت اللي هو الترتيب، انا ممكن ارتب الجدول ترتيب ابجدي مثلا بالاسامي، سورت A to Z، فيجيب لي حرف الالف في الاول وما بعده، او العكس، هات حرف الالف من تحت. او ممكن مش لازم ارتب ترتيب ابجدي، ممكن ارتب بالسن مثلا، اللي سنه اكبر يبقى هو اللي في الاول، او العكس. فاهمين الفكره؟ فدي فكره الترتيب بشكل مبدئي. في مزايا تانية كتيره جدا في الجدول، بس انا هبدا بحاجات بسيطه في الاول، يعني بدل ما حد بس يتوه مني هوقف لحد هنا وانتوا تجربوا، وبعد كده نكملها تاني، نكمل لكم باقي المزايا. بس في البدايه دي الحاجات الاساسيه اللي احنا شفناها. بعد ما عملنا فورمات استيبل ظهرت عندنا تاب ديزاين، وظهر عندنا الاسهم دي اللي نقدر نعمل منها سورت وفلتر. شفنا السورت، وهقول لحضراتكم الفلتر دلوقتي حالا. جربوا كده وقولوا لي لو في مشكله معايا. شفنا السورت، خلاص نروح للفلتر. فكره الفلتر يعني ايه فلتر؟ فلتر يعني تصفيه، بمعنى ان انا عاوز اشيل الداتا اللي ظاهره واعرض اللي انا عايز اشوفه بس، اعرض حاجات محدده. فانا لو جيت هنا على خانه زي القسم مثلا كل الاقسام ظاهره، كل الناس ظاهره، ممكن اقول له لا بدل كل ده هدوس على السهم هنا واقول له مش عايز كله، انا عايز بس الناس بتوع اللوجيستكس بس، وادوس اوكي يصفي لي الجدول على بتوع اللوجيستكس بس. طب هرجعهم تاني، طبعا اقدر اختار اكتر من حاجه في نفس الوقت، او اقول له لا خلاص كلير فلتر. دي حاجه. ميزة تانية من المزايا العظيمة اللي موجودة في الفورمات از تيبل، انك لما تيجي تعمل اي عملية حسابية هتلاقيها بتخلص just like this في ثانية. ازاي؟ تعال نفترض ان انت هتعمل معادلة زي دي جوه الجدول، وليكن مثلا عايز تجمع المرتب والعلاوات. بصوا كده لما هدوس يساوي، اول ما هاجي اشاور كده بالماوس على خانة المرتب مش هيقول لي سي 2، لا راح كتب ايه؟
الراتب اللي هو عنوان العمود نفسه زائد، ماشي ده هيفيدني في ايه؟ هنشوف زائد وليكن مثلا العلاوات. لاحظ اول ما هدوس انتر الجدول كله اتحسب خلاص من غير ما اتعب نفسي في اي حاجه. دي ميزه كمان من المزايا العظيمه، عشان انت جوه جدول المعادلات بتخلص في ثانيه. انت بتساوي، جبت اللي انا عايزه وليكن ده مثلا زائد ده ناقص ده او ايا كان، اول ما هدوس انتر الجدول كله بيتحسب مهما كان حجم الجدول قد ايه. فدي ميزه كمان من المزايا الجميله جدا في الجداول بتاعه الاكسل، الجداول الحقيقيه اللي هي فورمات استيبل، مش الحاجات التانيه اللي الناس بتعملها. شفنا دلوقتي مع بعض الفلتر وشفنا المعادلات السريعه اللي بتتم. لسه من الحاجات العظيمه بقى وركزوا فيها، حاجات من الحاجات الحلوه جدا في الجدول نركز فيها كده، حاجه اسمها توتال رو. توتال رو ده من الحاجات اللي هتخلص لك شغل 3 شهور. فوق هنا في تاب ديزاين اتفقنا تاب ديزاين دي مش بتبقى ظاهره من طول ما انت بره، اول ما تبقى جوه الجدول بتظهر لك تاب ديزاين. في هنا حاجه لطيفه جدا اسمها توتال رو، لاحظوا كده ظهر لي صف الاجمالي، يعني ظهر لي كده صف جديد تحت اسمه توتال فاضي لحد دلوقتي. لكن لو جيت مثلا تحت خانه المرتب اول ما هدوس كليك شمال يظهر لي سهم كده، هدوس عليها هتلاقي فيه معادلات جاهزه. هقول له مثلا عايز ايه في المرتب، اي حاجه براحتك، عايز المتوسط مرتبات، عايز مجموعهم ايا كان، هقول له مثلا هات لي مجموعهم. طب اجي عند الخانه بتاعت العلاوات يظهر لي سهم، ادوس عليه هات لي مثلا اعلى واحد في العلاوات. طب تحت خانه القسم يظهر لي سهم، هات لي مثلا كاونت عددهم. شفتوا الجمال والعظمه؟ في ثواني طلعت احصائيات زي كده، هات لي مثلا هنا المجموع برضو. في ثواني طلعت احصائيات كتيره جدا عن الجدول بتاعك بشكل سهل وسريع جدا من غير اي تعب خالص. ده كان فين؟ في تاب ديزاين توتال رو، تظهر لك الحسابات دي بشكل سريع. هو بيظهر لك فاضي بس انت تدوس على على الخليه يظهر لك سهم، تدوس على السهم وتختار منه ايه نوع الحسبه اللي انت عايزها، متوسط مثلا خصومات. ميزه عظيمه جدا بقى هتلاقوها هنا لما تستخدم التوتال رو مع الفلتر اللي عملناه من شويه. لان الحقيقه هنا مثلا لما جينا اخترنا كاونت ولما جينا هنا مثلا اخترنا سم، هو في الحقيقه ان دي ولا كاونت ولا دي سم، دي حاجات تانية فانكشنز تانية، نوع تاني من فانكشنز اسمه سب توتال. ايه ماله ده سب توتال؟ السب توتال دي نقدر نقول عليها انتر اكتف فانكشن، يعني داله تفاعليه. ازاي يعني ايه برضه داله تفاعليه؟ يعني بتتغير معايا مع تغير الفلتر اللي انا عامله على الشيت. ازاي؟ يعني دلوقتي هنا بيقول لي ان عدد الناس ب 11 ونظهر دي كده بس شويه على جنب، ومجموع مرتباتهم كام؟ 35000 وشويه. لو جيت طلعت كده على القسم وقلت له فلتر وهات لي مثلا الناس بتوع المبيعات واللوجيستكس بس، بصوا الجمال، راح مطلع لك احصائيه قال لك الناس بتوع اللوجيستكس والمبيعات عددهم 6 واجمالي مرتباتهم كذا. طب لا هات لي الناس بتوع المشتريات بس، ماشي عندك 4 في المشتريات مرتباتهم كذا وكذا 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 كل التفاصيل دي. طب رجع لي الداتا زي ما كانت تاني، تتغير الاحصائيه معاك على حسب الفلتر اللي انت بتعمله. يعني مفيش جمال اكتر من كده ولا عظمه اكتر من كده، تلخيص سريع جدا وتحليل سريع جدا للبيانات بتاعتك باستخدام الجداول اللي زي دي. حقيقي هتلاقي ان الدنيا بقت اسهل بكتير جدا معاك مع شويه الاضافات دي. لما تعمل بس فورمات استيبل تلاقي كل حاجه بقت سهله، وحسابات واحصائيات وبتاع والدنيا كلها بتخلص معاك في ثانيه واحده. اخر حاجه كمان عايز اشوفها هنا، او اكشلي في حاجه كمان اللي هي بتاعه الدوبليكيتس، بس خلينا نشوف الحاجه دي الصغيره. لو عايز اطلع النسبه من المجموع، عايز اعرف مثلا ده نسبته كام في الميه من ده، احنا عارفين ان احنا المفروض ناخد ده ونقسمه على اللي تحت وبعدين نثبت اللي هنقسم عليه. لا الموضوع ببساطه هنا من غير تثبيت، انا هجيب اللي انا عايز اعرف نسبته هقسمه على اللي عايز اعرف النسبه منه، هستخدم التوتال رو من غير تثبيت ولا اي حاجه، مجرد ما هدوس انتر هو اوتوماتيك هيثبت ويحسب لي الجدول كله مره واحده. فاضل بس اعمل لها بيرسنت ستايل تاني، بدات بيساوي، هجيب اللي انا عايز اعرف نسبته هقسمه على التوتال رو اللي انا مطلعه تحت، بس كده مجرد ما هدوس انتر يروح حاسب لي الجدول كله مره واحده. ده عشان جوه تيبل. طيب ايه فكره الدبليكيشن؟ لو انت بتدخل داتا كتير كتير قوي بقى وعايز تطمن تشوف هل انت دخلت حاجه متكرره ولا لا، هل في تكرار في البيانات اللي انت دخلتها ولا لا، مجرد بس ما تروح على تاب ديزاين، عشان احنا جوه تيبل، في تاب ديزاين هتلاقي عندك هنا على الشمال حاجه اسمها ريموف دوبليكيتس.
delete duplicate rows from a sheet. اول ما هدوس ريموف دوبليكيت هيقول لي طيب ماشي، الدوبليكيشن لازم يكون نفس الاسم نفس السن نفس الراتب ولا في حاجات معينه؟ انا طبعا هسيبها كلها علامه صح، معناه ان انا بقول له لو هو نفس السن نفس الاسم نفس السن نفس المرتب نفس كل حاجه شيله. اول ما هعمل اوكي لو عندي دوبليكيشن هتتشال، لو قال لي نو دوبليكيت فاليو فاوند يبقى انا كده تمام، ما كررتش حاجه او ما دخلتش حاجه بشكل متكرر. رو فاضي ناخد كوبي بيست. فلو عندي حاجه متكرره كده اهو نفس الاسم نفس السن نفس كل حاجه، لو جيت قلت له ريموف دوبليكيتس اول ما هدوس اوكي هيقول لي اه انا لقيت واحد one duplicate values found and removed وفاضل 11 unique values remain. فدي من المزايا برضو العظيمه جدا اللي تطمنك انك ما بتدخلش داتا مرتين. انت عملت كل ده وعايز تلغي الجدول بعدين في الاخر لان في عيب واحد بس بسيط في الجداول دي، النوع ده من الجداول او الجداول عموما في الاكسل ما ينفعش اعمل فيها merge cells، ممنوع دمج الخلايا فيها اللي كنا بنعمله قبل كده اللي هو عادي انت تحدد وتعمل ميرج. في الجداول مفيش ميرج، بس دي العيب الوحيد فيها اذا افترضنا ان ده عيب يعني. عشان كده لو في اي وقت بعد ما خلصت الحاجات بتاعتك كلها عايز تلغي الجدول، في تاب ديزاين تاني في حاجه اسمها convert to range، رجعه لرينج عادي، هدوس يس. ده خلاص بقى مجرد خلايا عاديه، خلي بالك فقدت كل الحاجات اللي كانت تحت هنا، هو هيحتفظ بالنتائج اللي طلعت لكن مفيش مش تقدر تعدل فيها تاني. ولو عايز تعمل بقى ميرج تقدر تعمل ميرج من غير مشاكل. دي الفكرة بتاعت الجداول بالتفصيل. دي كانت فكرة عامة عن الجداول في الاكسل والعظمة والجمال اللي موجود فيها والسهولة، بتسهل عليك الشغل بشكل كبير جدا. لو عندكم اي اسئلة او استفسارات اكتبوها في التعليقات، وتنسوش تشتركوا في القناة عشان دايما توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. شكرا ليكم.